شايل هم والله العظيم انا من بدا البرنامج انا واقف اني شايل هم بعد البرنامج. بعد البرنامج بعدين يخوفون الناس يقولون هني والله انهم يخوفوننا يخوفوننا بشكل والله ترى بيخلص البرنامج لازم تقدم شيء كويس. من هو اللي ماك شغال؟ الو تعال الظاهر انها انا انت مايكك الظاهر يملك الانتل اللي معك هو اللي يلقط الاشارات. لا انا اديك سند فخلنا نسولف انا وياك هنا. عطى سند لا اي الو 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 حلو مايك الو الو خلاص قفل الصدق خلاص يعني سوالف صدق خاص ما ودنا حد يجي من غشر يعني سوالف كذا هادين اثنين يسولفون ما ابغى اعيد اللي قلته اسمع اللي زي كذا اثنين ما ابغى اعيد اللي قلته قبل شوي لا تعيد يعني يا ولد يعني انت يا ذكي مير اسمع فعلمك ان خايف من بعد البرنامج يا ولد اللي انا ما كنت خايف من البدايه بس اليوم كثر ما جونا الناس انتبه يا ولد ترى معك 10 ايام معك 20 يوم معك 30 يوم اذا ما شفت الجمهور اذا ما عجبت الجمهور بيترك ترى بيروح يخلي يروح للثانيين انت عيشتني تحت الضغط انا ما درت اشني عليها الحين انت قاعد تفقد الامل مني انت قاعد تضيعني ترى والله العظيم خوفون اربشون ما ادري انا وش حالي والله العظيم ودي اني تكيت في بيش ودرست جامعتي وتكيت مع اخوياي واسن السنوات العاديه ذيك اللي حلوه بس ايش الشيء اللي بيضايقني مثلا او انه الشيء اللي يخليني اتحسف اني كم ما عرفت احد اسمه نواف هذا هو ما عرفت احد من اخوانا هذا كلهم هذا هو يا اخي تدري وش الخيره فيها الحين اللي انا قلتها لك اولها اقسم بمن احلى القسم ان اطلق شيء عرفته في سكريبت هو اجلس الحاله هو طيب اروح اشوف شو وضعه يلا بحاول ما تطول تكفى فانا اقول لك يا جسمك اخوي اللي تسمعني الحين الخيره والله اني الخيره فيما اختار الله سبحانه وتعالى انا لو اني مثلا انا عن نفسي انا والله اني ما ادور الشهره ويعني مغشر ما همتني فهمت علي انا حتى والله العظيم اني جيت مرات عندي هنا عند الشباب هنا وقلت يا عيال تراني انا يعني انا ناوي اختفي بعد ما اطلع من السكريبت ناوي اختفي بعيش حياتي زي ما انا فهمت علي ولكنهم مسكوني وقالوا لي لا انت مقبول عند الكل ان شاء الله ومقبول عند اخوياك انت لعلك تكون سبب في رزق اهلك لعلك تغيرهم من حال الى حال ما تدري انت وانت 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 وفيك مقومات ان شاء الله ناجحه وفيك ما يعني كذا فهمت علي ف انا ما ادري انا والله صدق ودك لو انك تكون سبب تغيير جذري في حياه اهلك ودك انك انت تكون سبب الله سبحانه في انهم يغتنون فهمت علي الفضل الله سبحانه وتعالى ثم لك فهمت فشيء يعني جميل جدا هذا هو اللي مغصبني هذا هو والناس يتحبني ويتدعمني هم اللي خلوني اصلا الى الان ولا انا مش سويت معي ولعلني انسان تافه لعلني انسان ما اعرف افكر واني جالس افكر فيه غلط ولا الناس اللي حولي هم اللي يقولون هم الكلام الصح وان شاء الله ان هم الصح وانا الغلط وانا راح افعل على كلامهم وراح اشتغل وماني بان شاء الله اكون يعني مجرد يوميات فقط وشي كذا لا راح اكون يعني انسان هادف انسان مؤثر اجتماعيا انسان عنده محتوى عنده ثقافه هلا يا قلبي تخيل ان يوم كان معي من اول وصوتي يعني مو واضح عشان لا انت لا الله يقطع عمرك يا اخي انا ما ادري شو اصدر ان هذا ثاني مايك ينقطع مني ثاني مايك والله انه ثاني مايك طيب الحين معك مايك انا ولا ما معك انا الحين يمكن طرحت نفسي عندهم بس انه صدق يا ولد انا ما ادري ايش فيني جنبي ما ادري ايش فيه يكسر ذا انا انسدح دائما انا اخذ تنسدح انت تنسدح اي تنسدح انسى من المايك ما يبغون واقعيه انا قاعد اسوي والله اني انسى المايك والله اني مرات انط انسى هم يبغون انسان واقعي انا نسيت انا انسان واقعي وانسدحت على جنبي اليمين وانكسر المايك مو بنكسر اللي انت اللي عرفت اللي انت اي شوف تعال ها هو اللي مهم هو لقطه اشاره حقتي والله مو موجود صوتي مو واضح يعني سوالفي كلها ما هي واضحه يا رجل حوافي انا اسمعنا لو ترفع في المايك عشان نقدر توصل كلامنا انت ترجع انسدح اسمع عندي فكره انسدح هذا سمعك
فكرة حلوة. راسك منه وين؟ دقيقة. لا عرض قد جوا أحسن. خلنا نسولف سوالف مع بعض يعني. أنا ما معي مايك. مايك عندك. طلعت المايك أنت؟ أوكي. تقول لي. أبو خويني خلي خويك كفو بعمر. كفو الطريق. أيوه. آه. تقول لي. أنت سولف أنت. أنا وش أسولف أنا أقول لك؟ والله يا أخوك أن الحياة زينة. والله العظيم أن القناعة هي الكنز الذي لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى يا أخي. يا أخي خلي قنوع باللي عندك. طيب لو تخيل أن العالم كل أول ناس كلهم قنوعين. كم ما في أحد حسد أحد. إيه. ولا في أحد ضر أحد. كله مستانس باللي عنده حتى لو ألف. تلقى سعيد بهم. بس لازم يكون في موازنة. لازم يعني لازم مثلا في كل فصل فيه غبي وفيه ذكي. في أغبى واحد المدرس يعرفه وفي مثلا المشاغب يعرفه المدرس معروف عند المدرس والذكي معروف عند المدرس ولا يزعل الغبي إذا قال المدرس ترى كنت غبي أي لأن داري سايقها لا تدري لا تزعل غبي لأن يدري إنه غبي ها مثل دايم يجينا زياد الشهري يقول نواف أغبى واحد فيكم أتفه واحد فيكم ترى عايد لا 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 زياد ما يسويها زياد ما يسويها مثلا مثلا يعني لا يعني لازم يعني فهمت علي لازم تكون في موازنة هنا في سكريبت فيه أكبر واحد اللي هو حمادة فيها أصغر واحد اللي هو أنا فيها الدب حمادة فيها أنا الأكثر واحد فيها أنت طول واحد فهمت علي في موازنة بس لو إن كلنا نفس الطول نفس الوزن نفس ذا ما في واقعية يعني ما بشكلنا غبي فهمت علي طالبين السنافر كنا طالبين مكرر هم إيه برنامج طالبين مكرر شفت كنا السنافر فهمت علي نفس الحجم نفس اللون نفس كل شيء ما يصلح ويعني الحمد لله على كل حال بس انه اهم شيء انك تكون قنوع باللي عندك طيب انا دوادني كم تبعد من الرياض 300 كيلو طيب انت بتكون متواجد في الرياض بعد البرنامج اكيد ان شاء الله باستمرار ان شاء الله اروح للدوادمي 7 ايام في الشهر يعني كذا 10 ايام وارجع للرياض 20 يوم كذا فهمت علي عند من بك بس النظام ابى يمكن اخذ شقه انا والشباب هنا من الشباب ما اتفقنا للحين ما صملنا بس ان شاء الله متفقين يعني شباب ما ادري خاف منكم ما يبون يقول اساميهم بس من اخويانا هنا لا اظني قايل لي فتحت علم عبد الله ها لا والله مو بعين لا 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 عشان كذا انت ما تبي تقول لا يمكن ما يبون اصرح فهمت علي متفقين من ورايا اوكي لا والله يا اخوك يمكن ما يبون اصرح واضح انهم مصرفين قال عبد الله لا يدري واضح انهم قايلين عبد الله لا يدري الا انت ما تبي تقول اساميهم تقدر تقول طيب انت معهم يعني تقدر تقول عبد الله انت معنا اللي قايل لك ها شفت اللي قايل لك قايل خمسة غير اي داري في ذمتك هو والله قايل لي هو والله قايل لي فهمت علي اخس يطق من الانتاج واحد من الانتاج طق مره عبد السلام ريان عمري جاي ينبث من هو عبد السلام ريان عمري جاي ينبث اي ريان جاء اي علي صدقني تذكر ان قلت هذاك اليوم اي والله عاش فيها والله ادري عندي استشعار مو بصاحب عليكم السلام والرحمة مين في الهنقر؟ ما في أحد يعني من اليوم البث هنا البث عليكم من اليوم أوكي تدري شو قال نواف أول ما قال جاء ريان أكيد البث علينا تذهب والله إنه هو اللي قال هو شيء نواف ما في أحد والله إنه هو اللي قال هو شيء ما في السيب تاكي جاء ما في إلا أنا طال عمرك فريت الهنقر فريت ما في أحد والله إنه هو شفتكم من بعيد إنكم أنتم هنا بيتوا والله يا أخوي إحنا نفضل من اليوم ترى من اليوم أنت جيتوا إيش كنتوا تبغون تسوون سحبتوا دخلت لهناك سويت حسين وجيت وش سالفه؟ ايه كنا بنسوي فقرة المضيف. طيب ايش صار؟ سكنت انه. ليه؟ ما ادري والله عليها. ماني فيها. لن تصبحوا حسين هذا البيت. بعدين الرند مدخلين عربية. شوف انتم. حسين البيت نحيف نفس ضاحي. بس كذا ابو فالح بالاشياء اللي معنا نتعامل معها. اشياء بسيطة. يا عيال تحسون اليوم هادي بزيادة. مالكم جار هذه خلاص استنزفنا طاقتنا يا اخوان تاخذون عطاء 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 ما عاد يمدينا نعطي اكثر من كذا خلاص متنا والله مو بروبورت احنا وشو؟ يعني تشوف ان احنا خلاص والله انك صادق احنا مو بس بالك اوه ما في الا مايك واحد
احنا ما احنا بروبوت. اما ليه وين ما كان احنا مو بروبوت ترى، مو باجهزه تقنيه يعني 24 ساعه نعطي فعاليات فعاليات فعاليات. الحين قاعدين نفتح لكم مواضيع. والله صدق ترى يعني الريال يعني الواقعيه انك مرات تكون حزين، مرات انك تكون كايب، مرات تكون سعيد، مرات تكون نايم، مرات تقول مالك صاحي، نفس مرات تكون تافه، مرات تكون ونيس. فهمت علي؟ هذه هي الواقعيه. مستحيل يعني في انسان يضحك 24 ساعه يعني. ترى من ضمن ثبتها خلاص ثبتوا عشان نعرف نتكلم عن من. بلكم قاطين في مايك كلكم الحين. اي والله مسرع. فمن ضمن الواقعيه اخوي نواف انه صدق مثل ما قلت يعني من ضمن البرنامج الواقعي يدخلون لك تافه، يطول عمرك، سخيف، يدخلون غبي، يدخلون لك واحد غبي ما هو عارف، غبي ما هو عارف. من بعد يدخلون يدخلون شادج ذكي تقني يعني ثنتين. لا كذا انا حطيت لك واحده، خلاص حط لي واحده، خلاص احطك شادج خلاص وانت تافه. يدخلون تافهين قام يشعل ينزي بويتات بويتات. يا رب ما عنده بويتات. يا رب لا قبل شيء شفته يكتب ترى يا رب عنده شقيق اليوم ما عنده بويتات. شفتوا قايلكم سخيف شادج يعني حتى من قلت تسخف احنا قاعد نضحك. عندك بويتات ولا شقيقات ولا عندك بويتات ولا عمارات؟ دغدغ نفسك الحين، في احد يدغدغ صدره الحين يضحك؟ انا عندك مانع؟ لا قرد. دغدغ بطنك سؤال عندك مانع؟ قرد ما عندك هو ايش دغدغ هو؟ صدره شمبانزي انت. حلو المايك 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 في مايك في مايك العصا ثور انت ليه رابط ما متقطين في مايك واحد ما عندنا مايك افا